اعتبارا من يوم الاثنين السلطات السويدية ستطبق إجراءات التحقق من هويات كل المسافرين القادمين من الدنمارك سواء كان ذلك على متن القطارات الحافلات أو العبارات، إجراء لم يشهد بين البلدين منذ خمسينيات القرن الماضي حظر له جيدا في محطة المسافرين بمدينة مالمو. لعدم خلط المسافرين المحليين في نقطة المراقبة سوف يبقون في نفس الرواق، بينما سيكون المسافرون القادمون من الدنمارك في الرواق الآخر لأنهم هم المعنيون بالمراقبة، يقول مدير العمليات في الشرطة السويدية. الإجراءات الجديدة أثارت استياء كبيرا لدى شركات النقل المختلفة التي اعتبرتها مكلفة ماليا، كما أنها ستزيد من مدة السفر بشكل محسوس. البعض الآخر لا يرى في هذه الإجراءات معاملة جيدة في حق طالبي اللجوء. بالطبع إنها سلبية للغاية من الجانب الإنساني، أشعر بالحزن، يقول هذا المواطن السويدي. بهذه التدابير الجديدة المعلن عنها قبل شهرين، ستوكهولم تريد كبح جماح الهجرة واللجوء إلى السويد التي استقبلت خلال السنة الماضية حوالي 163 ألف لاجئ. وحسب المكتب الوطني لشؤون الهجرة فإن عدد هؤلاء يشكل نسبة 1% من عدد سكان السويد.